زلم على بس تصب لي ابو مشعل مالك شعب ماشي سم عندي شيء العظم هذا ما كلكم جاكم والله ودي لو اني بشرب الشاي شربته من يدك ابو مشعل جعل فيها ما ابي طلع فيها كلام النفس هواء شاي بياله يجي على شيء شاي بياله سم يا ابو يكم سلام سلام مني سلام على سلطان اللي يحضرون محشر سلام مني سلام مني انا عد 1000 نقطه من عندي 1000 نقطه صدق صدق هذه علومك الطيبه يا عمده يا رجال اقسم بالله ما تخلي واحد ما تخلي واحد يتسبح ما تخلي واحد يسترخي ياخذ راحته اعوذ بالله منكم طيب تنشف بعدين اطلع لي ما امداني يا اخوي قريه تبي ناس شغاله تعال تعالوا معي يا عمده لا يلوف كل هوا يا عمده انا اشوف غصون الزيتون صبر ما شاء الله تبارك الله لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اكتب الملاحظات اكتب كميات الزيت قليله جدا اتمنى من البضاعه قليله اتمنى منهم يزيدونها احنا ما نستغني منهم صح ولا لا نعم غصون الزيتون من ماسكها من كم ماسك غصون الزيتون بس حاسب لا حاسب بيات شاهي وين الرجل الطويل اللي معك اكتب الكمية قليلة الرجاء مع انهم والله ما فاتحين في المحل نفسه الرجاء زيادة الكمية شوف المحل الثاني يا عمدة هذول ما قرارات امس تعال ما اتخذوا قرارات امس ما نفذوها ما نفذوا قرارات امس مقفلين اكتب لا دقيقة غير انهم مقفلين شالين ورقة شالين ورقة اكتب اكتب منو عنده؟ ما الغربي عند من؟ انا بمسكه اليوم انت اللي عندك الغربي صح؟ ما بقص شوف اللي اسمه اللي راح تفاهم معهم ترى عشان كنت مستشار بس امشي عليك لاني احب الغربي انا والله ما اقدر اسوي شيء مضغوط بياتنا بيض الله وجههم كانوا فاتحين لين قبل شوي تغدونا وكثر الله خيرهم وراحوا يريحون بس شل الورق يعني ما لا الورقه داخل الورقه كانت داخل اللي قدامي تعال قدامي انا مشكله عندي مشكله مع الدوار هذا يا اخوان اسمه مكسره ودي اشيله بكره بالعكس حلو بكره نجيب الشواكيش بكره تم بكره عندك شواكيش ولا جيب الجمس وتخليه يتوضا تم طيب هذا اقدامي اقدامي الكهرب طافي في حاجه خلني اشوف دقيقه لا الكهرب مو طافي صراحه ما شغل المكيف شغل المكيف شغل النور لا شغال شوف الكراسي لا اقدامي يا طويل العمر السلامه 100% ما عليه شيء ما شاء الله تبارك الله تخبروني اني بعد هذا بجي اسوي مساجين نعم بعد الشاور رحت يسار عندك نجومه عندك نجومه ما شاء الله نجومه ما نقدر نقول ايش نجومه في حصانه نجومه في ايش حصانه الباكج البلاس يجيب لك الحصانه نجومه بلاس يجيب لك حصانه ما شاء الله بارد وترتيب ما شاء الله حط اللي ماسك نجومه اللي ماسك عزه نجومه زياده 500 ريال من عندي 500 نقطه ما شاء الله تبارك الله انت تدري 500 نقطه من عندي تعلم بحاجه فيصل شوف محلك بسرعه بجيك بسرعه ها لا بنجيك الحين بنتفاهم معك عجل عسل نجومة نعم في باكج نجومة بلس كم باكج هذا عنده أربع حبات هذه ب 499 تمام 499 هذه حلو أكثر مشتريات أو مبيعات باسم المتسابق هذا أخذ حصان في نقطة ثانية بعد تفضل ما تعد عليك عندك إذا فتحت الباكج فيه ورقة إذا فتحت الباكج يكون فيه ورقة الورقة هذه تكتب فيها اسم المتسابق لا الباركود عشان يوديك المتجر عشان تشتري ايه؟ الورقة هذه تكتب اسم المتسابق فيها وترسلها لهم عن طريق إيش الواتساب. رقم الواتساب اللي بيطلع لكم تحت في الشاشة الحين عسل نجومة وعطوهم رقم التواصل تحت وعطوهم الباركود عشان يدخلون يشترون ويحصلون متسابقهم بسم الله عليكم البرد لا لا ما في برد فيها السجن لا سجن ما نحتاج الحين سجن عكسك من ده البوابة في محلات هنا ورا صح؟ لا في محلات لا ما في طبعا سويتر والله صفقة لسويتر يا اخوان صفقة قسما بالله من الدبابات هذه من اول بداية البرنامج موجودة وتحت الخدمة من جهة كل ابوها بولت طبعا بولت غني عن التعريف سويتر وش اقول فيه ممتاز سويتر ممتاز ما شاء الله تبارك الله واللي ماسك سويتر الله من عندي 500 نقطة سلطان رح روح يا داب تلال رح راح لا يجيك اخ اسينك والله لا اسينك عندك يا طويل العمر السلامة بولت تضحك على العمدة لا عندك بولت طال عمرك طبعا عندك بولت بولت غني عن التعريف ما شاء الله تبارك الله بولت معروف على مستوى المملكة ومستوى المناطق المجاورة عندك بولت ما شاء الله تبارك الله يقول اذا فات الفوت ما ينفعك الا بولت يا سلام صفقة طبعا شوف حتى بولت متوزع في انحاء القرية هذا يدل على انهم متوزعين في جميع انحاء المملكة عندك المغسلة عندك المغسلة عليهم مديونية بقيمة 1000 ريال 1000 ريال لا يغسلون ملابسك مدة اسبوع ايه انا بلاش ملابسك وين هي الحين ما عنده ما قدر والله هذا ما يكت ايه سبنه ايش اسمه
طيب الحلاق هذا ثاني مرة، هذا ثاني مرة وانا معلق عنده هذه. هذا شال، اسمع اعطى خصم على انه شال اللوحة، حط الدين 1000 ريال، دين 1000 ريال، هذا الدين 1500 يعني. هذا بدون لوحة، هذا لوحة بدون، هذا ما فتح المحل الحين طبعا. عندنا يا طوال عمر السلامة الله الله يا ابو علي، الله الله ما شاء الله تبارك الله، بيالة شاهي، بيالة شاهي، شوف النظافة، شوف شوف قاعد ينظف تو، لا فاتح من زمان، فاتح من دور ما شاء الله تبارك الله. عطبوا علي، عطبوا علي، عطبوا علي 1000 نقطة، واخصم على فلاح 2000 نقطة لو سمحت. قبل تمشي تدري من اللي تكلمني؟ لو سمحت، من حلانا غيب؟ هل الله 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 الله، يقولون حلا نا غير نكرم العمدة بجميع أنواع الحلا. الله يجعلني فداه. اسمح لي أروح أجيبه وأجي. تفضل يا حبيبي. أنت وين بتروح؟ بنتكي هنا، أنت عجل على ما تزين القهوة، يلا عجل عجل. في نقطة يا شوفوا في حلا غير. شيخ خلها لين تصير فاصلة وبعدين كلمنا. العمدة. شيخ فلاح. أضحك. شيخ فلاح يقول. مقسوم عليه شيخ فلاح. إيش معنى هذا؟ هذه واحد ذبت إنسان جاء. حلا غير شو يقول فيه؟ أقسم عليه. حلا غير عند سيف هو زيادة 1000 نقطة. ومن عندهم باكل من عندهم أنا. العمدة بياكل من عندهم. تعال. السلام عليكم، في سالفة ولا العمدة عادي يقطع سوالف حبيبي؟ السلام عليكم، تعال يا ناصر، تعال تعال، عط هذا، عط هذا 1000 نقطة. نقطة. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله. طبعا أنا ما حتى ما مداني أتسبح ولا مداني أتنشف، كله خوفا عليكم، هذا من حبه للعمل، هذا من حبي للعمل ومن خوفي عليكم لا يصير لكم شيء او يصير. تاخذ الكنجة، خذ الكنجة طبعا عشان تروق، والقهوه بتزيد الحين. القهوه بتزيد من جانبك شاهي، الله يبيض وجهك. عطى 500 نقطه، عطى 500 نقطه. هذا واحد عنده يا ريال، هذا اخصم عليه 3000. خصمت 2000 قبل، حط 3000 زود زود، يستاهل. يبي علي النبي، عطى ابو علمان 1000، عطى ابو فهيد 1000، عطى هذا 1000. تمد والله يرد، الله يعزك. هذا ولد لابس الروب، اجل انك لابس مبشت. وش عادك؟ تشوفون الليل، ابشر والله بسعدكم. اوه يقول، يقول المشت ما يجي قدك. ما يجي قدك، انت زهل مشت. لا 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 اعطيك على ذنك، راح اعطى على ذنك لين اسبوعي. ما ابي اطيح، روح معي. ليش؟ 1000